تجمع حشد من المتقاعدين الإيرانيين هذا اليوم أمام منظمة الميزانية والتخطيط في العاصمة طهران احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية، رافعين لافتات كتب عليها ما يفيد بقلة رواتبهم ووجودهم تحت خط الفقر. وطالب المحتجون المتقاعدون بتنفيذ دقيق لقانون إدارة الخدمات في البلاد والحصول على التأمين الإضافي في سبيل تحسين أوضاعهم الاقتصادية. وتزامنا مع التجمع الاحتجاجي للمتقاعدين، قام عدد من المزارعين في محافظة أصفهان بتنظيم وقفة احتجاجية على خلفية عدم توفير المياه الكافية للزراعة، خصوصا أن كثيرا منهم تركوا أراضيهم بسبب جفافها.